روسيا حليف لسوريا، وروسيا تتعرض لحرب لا أربطها بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي كما يعتقد البعض. هذه الحرب لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى، حرب مستمرة، ودور روسيا هنا أساسي كجزء من التوازن الدولي. فنستطيع أن ننظر لروسيا من زاويتين: زاوية الحليف الذي إذا انتصر في معركة أو إذا أصبح موقعه السياسي على الساحة العالمية أقوى فهذا مربح لنا، ومن زاوية أخرى أن قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود ولو كانت استعادة جزئية. وهذا التوازن الذي ننشده ينعكس بالدرجة الأولى على الدول الصغرى وسوريا واحدة منها. هذا بالحد الأدنى السبب من دون الدخول في التفاصيل القانونية الأخرى، ولكن يتحدث بشكل استراتيجي الآن. إذا كان هناك غزو سيكون هناك مقاومة شعبية بالمرحلة الأولى، طبعا في الأماكن التي يتواجد فيها الجيش السوري وهو لا يتواجد في كل المناطق في سوريا، وعندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء. منذ عامين ونصف حصل الصدام بين الجيش السوري والتركي، وتمكن الجيش السوري من تدمير بعض الأهداف التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية. سيكون نفس الوضع بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية، عدا عن ذلك سيكون هناك مقاومة شعبية.